والان احنا دخلنا الى منطقه نفق رودبار. وصلنا الى منطقه سفير ويانا يعني الحجيه ام محمد، اول مره سافر ويانا يعني. وشنو رايك بالمنظر؟ حلو، خير من الله. والهواء نقي، عذيب يبون تمر مثلنا. يعني اللي يصلي هنا حتى يصير عنده خشوع. اليوم في منطقه سفير ويود، في منطقه قريبه على منطقه فومن. نرجع ان شاء الله. كل مره ابو حسين الغالي طبعا عائلته سافرت وياه بالرحله 97، هو الان هو بالرحله اللي هي رحله تمام 100، واحنا الان في منطقه سفير ويود. شنو رايك بهالمنظر؟ منظر روعه، جمال عجيب. طبعا تشوفونه هو عباره قريبه، سوى المسافه كلش بعيده يعني 3 4 ساعات، وهذا هو ابو حسين.